إلى الأهالي الكرام مرتادي مأتم المارخ، نقدم لكم هذه النصائح بشأن فيروس كورونا المستجد. الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دوري، المحافظة على النظافة الشخصية، ارتداء الكمامات في حالة التعامل مع حالات مشتبه بإصابتها، عدم الحضور للمأتم في حالة وجود أعراض الإنفلونزا. تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.